ولا بنظرة عينه بتفهم طبيعته؟ يا أم أمنا حيرتي عقلنا، كان ربك وضنا. طب كنت تصلي مين؟ بتصلي له ولا بتصلي له؟ وعنه تحكي له كان حمل ولا معين؟ كنت عارفة اللي بضميره؟ يوم حمسك سيف عبيره ما صرختيش خوف من نصيره؟ كان فرحان ولا حزين؟ كان بيقولك ما تخافيش ولا كان بيقولك هعيش؟ ولا كان بيغيب ما يجيش؟ كنت بتخافي من الفريسيين؟ كنت خايفة من الحراس ولا عارفة انه الخلاص؟ ولما قال اليوم خلاص قلت لا ولا امين؟ ولما قام بيك الاوام خلاص اللي خفت مني كان وظن ان في موت الامان؟ ما صرختيش هو ابن مين؟ كنت عارفة ايه اللي سبتيه اللي يسيبه ولا سبتيه قابل نصيره؟ ومعدة شايل صليبه وكلمك ولا خاف من الجلادين نصبوه على عود الصليب؟ المسمار كان نار لهيب والحربة والجلاد الرهيب والشوك المغروز على الجبين. كان فين؟ كان في راسه ولا في قلبك؟ وقد دمه سال دمع حبك، ده ابنك الميت وربك، يعني له انه الحنين. ده لو حتى جاء الامان، العرج الخرس العميان، الكل كان خواف وجبان والكل مسكوه بسكاكين. ده نقروا صخر الجبال والتاني راح باعه بالمال، ما كانش غير يوحنا على الشمال وانتي واقفة على اليمين. كان بيبكي من الخيانة ولا من شدة أذانة؟ ولا علشان الكل قسيوا بعد ما على الشاطئ رجعوا؟ نسيوا بعد ما على الشاطئ رسيوا وخلاص اللي لص اللي جاره وتاب من الخلق ومراره؟ كان خلاص بطل هط، كان وصوله للنهاية أحلى من إعجاز وآية؟ ولا كان خلاص إن الحكاية إنه ضحى ومات؟ مات فوقيكي وفضلت خايفة، مات حميكي وفضلت خايفة. طب كنت مغمضة ولا شايفة؟ مات حبيب الذكريات بس جنب دموع المودة، شفت في عيونك يا عذرة شوكة طلعة من قلب وردة، يعني الأمل جنب الدموع، شفت شوك تغد السنين. وردة يعني حب حقيقي انه قام من الاموات، وكنت عارفة انه قايم وكنت حاسبه بس نايم، وان بعد قيامته بس راح في القبر ومات. دي حكاية ام الحنونة اللي ليها في قلوبنا قونة، خلفت رب المعونة بس فضلت ست البنات. Thank you.
amazed from almost perfect, because there is no perfect, but almost perfect. Thank you very much for your efforts. And for encouragement, we're going to take a present from Abuna. So please come one by one. We are so pleased today also that God will send the words of the Holy Spirit on our beloved Father Thomas' mouth tonight. I pray that each word coming out from the mouth of Abuna will be a great benefit for each one of us, and also a blessing that we take home and live with it. Abuna Thomas is known for each and every one of us. He is the priest of St. George and St. Shenouda, the Archimandrite Rite in Bergen, Jersey City. And Abuna is gonna talk to us today about the series of beatitude that we are taking in this Nahda. And tonight he's going to speak to us about a very special beatitude, which is, blessed are those who hunger and thirst for righteousness' sake, for they will be filled. We thank Abuna for his effort, and we pray to God to be with him in his service. Amen.